فرحت جو يا فندم بيرم والدكتورة شيرين تعلقت بالشيخ أبو دوشة. أعتقد أنه تخلي عندك روح رياضية وتتقبل الموضوع. يا الدكتورة شيرين هذه خلت لي روح رياضية. هذا شكلك اشتراك إن إحنا كل إحنا متر ونتسابق. يعني شي تقول لي لها الابتسامات هذيك والكركرة اللي كانت تكركر لنا واللي في شينج وبالأخير قامت تحب لي الشيخ أبو دبشة ما صار فيبو قلدك الله من حسام بالوسامات أنا ولا هو؟ أعتقد أن أنا أوسم منكم الاثنين بس يا فندم مالك من الخبر هذا وإن شاء الله صار الشر عسى تحبوا شيء وهو شر لكم. هذا مش مسألة شر ولا شيء بعد الدكتورة كانت طيبة والله ما ينقص مني أي شر أنا داري إني طيبة وحبوبة وعسولة بس ماني فاهم الذي في البيت ماني فاهم زوجتك لو تدري إني في حب محبابة وود وتقبل منك أنت وياها ورب الخون يا أخوك لا سمع بك أمة لا إله الله يتهيأ هذا كان زمان الآن فندم الفنادين هنا وبالبيت يا فندم ما أعتقدش الحين وقت اعتقد ما اعتقد بعد ما عرفت داعي نفتح هذا المواضيع مدخل الجنب في الوسط